اصل انا كنت طالع بركات وعلم في قناه بروسو. الفيديو ده بتاعنا ان شاء الله النهارده اخر فيديو في جزء السيستم اللي هو الخاص بالتعديل على ملفات. ده اخر جزء اللي احنا هنشرح فيه الستريم ليدر والستريم رايتر. ان شاء الله النهارده ان شاء الله الجزء اللي جاي ممكن اللي هو جزء التعديل على ملفات، ممكن احط فيديو كده واحد مختصر، لان هو التعديل على الملفات دي ايه هي كتيره شويه، بس ايه مش محتاجه يعني، اللي انت لو قريتها لوحدك، كان اللي انت على موقع مايكروسوفت انت هتقرا المواد، يعني ايه الفانكشن سهل اللي انت تقراه وسهل انت تتعرف عليها لوحدك. في شويه حاجات ممكن اللي هديها لك مثلا اللي هي جيت سيستم سكيورتي والحاجات دي، اللي انت تدي سكيورتي للملفات بتاعتك، ممكن دي صعبه شويه في الدوكيومنتيشن ان انت تفهمها، هشرحها في فيديو واحده ان شاء الله يعني. بس خلينا دلوقتي في الستريم ده والستريم ده اللي هو ايه الخاصه بقراءه والكتابه جوه الملفات بصيغه السترينج. دي من جوه انت ممكن تقرا تكتب سترينج، تكتب بتكتب راي بتكتب لاين جوه الفايل بتاعك، تعمل فلاش. فيها خاصيه حلوه قوي انها اوتو فلاش، ان انت اي حاجه هتكتبها هتوديها فلاش، مش لازم انت كل شويه تعمل فلاش للبيانات اللي انت هتكتبها. اللي ده طبعا ده الستريم رايتر. تعال كده نبص على الكونستراكتور بتاع الستريم ليدر الاول. في اللي هو كان كذا كونستراكتور كده نشوفهم كلهم. في الانكودنج اللي هو طبعا الانكودنج اللي انا شرحته قبل كده اللي هو في الفيديو اللي فات، اللي هو ترميز البيانات اللي انت هتكتبها جوه الملف. في ديتكت انكودنج فروم بايت اوردر ماركس، دي هي بتكتشف ايه الانكودنج اللي هي اللي هو مكتوب جوه الملف. يعني ايه؟ يعني انت بس لو جيت هنا مسحت في هنا ايه ستريم، ممكن تديها هنا ايه ستريم والانكودنج، وفي الستريم وفي تكتب الانكودنج. هنا هي بتكتشف ايه هي النوع نوعية او ايه هو الترميز اللي مكتوب بالملف، بتحاول تكتشفه على اساس كده هي بتقرا من الملف. يعني هي حلوة قوي في الحكاية دي، انت ايه لو اديتها انت ترو مثلا ايه من خلال الحكايه دي، انت ممكن تقرا مثلا من الملف، هو يكتشف ايه الترميز المكتوب. مثلا يشوف كده الملف ده مكتوب بيو تي اف 8، ده مكتوب بيو تي اف 32 كده، فيكتشف. هو انت مش مضطر انت تديله الانكودنج بتاعك، فانت مثلا لو عايز تخليها بترو براحتك بفولس براحتك برضه، فانا كاتبها هنا بيو تي اف 8، هو اصلا هيقراها بديفولت بيو تي اف 8. وفي البفر سايز، في اللي هو شرحت قبل كده البفر سايز اللي هو البفر انت بتقرا منه وتكتب جوه اللي هو انت بتكتب جواه، بتاعت كده بتبعت للملف، واللي بتقرا جواه بتاعت كده بيبعته لك البفر. الاس دبليو في الدوت رايت دي جواها كذا اوفرلود، يعني انا جايب مثلا اس دبليو دوت رايت في 17 اوفرلود لكذا، برضو زي ما انا قلت لك في الباينري ريدر والباينري ريتر نفس الحوار. سترينج في انت في تشار في فلوت في دبل في انت في اوبجكت في لونج. طبعا هو بيحول الحاجات دي لسترينج، يعني انت لو كتبت الحاجات دي ورحنا للملف هيلاقيها كتابه بسترينج. تعالى كده ايه تشوف مثلا لو احنا جينا ايه احنا عملنا له هنا فايل دوت اوبل، لا احنا عملنا بس خليها فايل دوت ترانكت عشان نمسح جوه الملف. ترانكت 500 مثلا 5000 كده، بنقول له بخليها هنا اس دبليو دوت اوتو فلاش. معلش يا جماعه بس كتبت بطيئه شويه لان انا ماسك الميكروفون في ايد وبكتب بايد البايد التانيه. بتاع كده مران اوتو فلاش دي انت مش محتاج ان انت تكتب فلاش تاني، خلاص انت اوتو فلاش دي بيساوي ترو، ان اي حاجه هتكتبها جوه الملف خلاص مش مشكله، يعني هتتبعت على طول، مش لازم ان انت تعملها فلاش يدوي. يعني نقفل كده البرنامج بتاعنا، نروح لل طبعا انت كده حاجات كتير ممكن تستخدم فلاش السينك. بص اراها كسترنج بعكس البان ريد والبان رايتر، اراها ما اراهاش اصلا، هو ما عرفش يجيبها، لكن هنا ده عشان تعرف ان هو كاتبها اصلا بسترنج، بيحولها لسترنج بعد كده بيبعتها، يعني توفير عليك يعني. في لو انت بصيت كده في داله اسمها فيناليز. فيناليز دي انت مالكش دعوه بيها، ملهاش يعني ايه ملهاش لازم، مش هتستخدمها اصلا، لانها خاصه بالجاربج كولكتور، اللي هي الداله اللي هي بتمسح بقى كل الفايل ستريم، بتمسح الاوبجكت بتاعت الستريم ريدر والستريم رايتر والحاجات دي بتمسحها خالص بعد ما انت خلاص ملهاش استخدام لما البرنامج بيخلص يعني. ف
فبس هو ده كان الدرس بتاع النهارده يا جماعه. واركم يكون الدرس ده عجبكم، لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو ما عجبكش حط لايك. ولا انا ما عجبكش ليه، لو في اي حاجه مش فاهمها يا ريت تقولها في التعليقات، وان شاء الله ارد عليك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.